لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: هذه الآية أمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى من الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إيمانا صحيحا يصدقونه بأفعالهم وأعمالهم، ولا يحرمون ما حرم الله، فلا يتبعون شرعه في تحريم المحرمات، ولا يدينون دين الحق، أي لا يدينون بالدين الصحيح، وإن زعموا أنهم على دين فإنه دين غير الحق، لأنه إما دين مبدل وهو الذي لم يشرعه الله أصلا، وإما دين منسوخ قد شرعه الله ثم غيره بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيبقى التمسك به بعد النسخ غير جائز. فأمره بقتال هؤلاء وحث على ذلك، لأنهم يدعون إلى ما هم عليه، ويحصل الضرر الكثير منهم للناس بسبب أنهم أهل كتاب. وغي ذلك القتال، يعني جعل غايته، حتى يعطوا الجزية، أي المال الذي يكون جزاء لترك المسلمين قتالهم وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم بين أظهر المسلمين، يؤخذ منهم كل عام كل على حسب حاله من غني وفقير ومتوسط، كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وغيره من أمراء المؤمنين. وقوله عن يد، أي حتى يبذلوها في حال ذلهم وعدم اقتدارهم، ويعطوها بأيديهم، فلا يرسلون بها خادما ولا غيره، بل لا تقبل إلا من أيديهم وهم صاغرون. فإذا كانوا بهذه الحال وسألوا المسلمون أن يقروهم بالجزية وهم تحت أحكام المسلمين وقهرهم وحال الأمن من شرهم وفتنتهم، واستسلموا للشروط التي أجراها عليهم المسلمون مما ينفي عزهم وتكبرهم ويوجب ذلهم وصغارهم، حين ذاك وجب على الإمام أو نائبه أن يعقدها لهم، يعني عقد الذمة، وإلا إن لم يوفوا ولم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون لم يجز إقرارهم بالجزية، بل يقاتلون حتى يسلموا. قال: واستدل الجمهور بهذه الآية الذين يقولون لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، لأن الله لم يذكر أخذ الجزية إلا منهم، وأما غيرهم فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلموا. وألحق بأهل الكتاب في أخذ الجزية وإقرارهم في ديار المسلمين المجوس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، ثم أخذها أمير المؤمنين عمر من الفرس المجوس. وقيل إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، لأن هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال العرب المشركين والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهم، فيكون هذا القيد إخبارا بالواقع لا مفهوم له. ويدل على هذا أن المجوس أخذت منهم الجزية وليسوا أهل كتاب، ولأنه قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث: إما الإسلام أو أداء الجزية أو السيف، من غير فرق بين كتابي وغيره، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. هذه الآية أيها الإخوة فيها الأمر بقتال الكفار من أهل الكتاب وغيرهم
وهذا الأمر بالقتال على ولي الأمر حال اقتدار المسلمين أن يخرج بهم للغزو والجهاد في سبيل الله عز وجل، إما كل عام مرة كما هو قول جمهور أهل العلم يخرج كل عام غزوة يغزو بلاد الكفار لدعوتهم إلى الله، وإما أن يخرج على حسب السعة والقدرة ولا يقيد ذلك بعام ولا أقل ولا أكثر، وهذا هو الراجح. طالما كان الإمام ومعه أهل الإسلام على قدرة للخروج للجهاد والدعوة إلى الله عز وجل وجب عليهم ذلك. والجهاد ليس غايته سفك الدماء كما يزعم أهل النفاق وأعداء الإسلام، بل غايته الدعوة إلى الله عز وجل وإزالة طواغيت تصد الناس عن دين الله عز وجل. فإذا خرج أهل الإسلام للجهاد وقابلوا الكفار من أهل الكتاب وغيرهم في بلادهم فإنهم يخيرونهم بين ثلاثة أمور: إما الإسلام، فإذا أسلموا تركوا فيهم من يعلمهم دين الله عز وجل وصاروا مثلنا، مثل أهل الإسلام تماما، صاروا إخوة لنا. فإن أبوا وأحبوا البقاء على دينهم لهم ذلك، إذ لا إكراه في الدين، ومع البقاء على دينهم يعقد لهم عقد الذمة ويعطوا الجزية ويدفعوا الجزية لأهل الإسلام. وأما الخيار الثالث، إن رفضوا الإسلام ورفضوا البقاء على دينهم مع دفع الجزية وأصروا على قتال المسلمين، فليس لنا إلا هذا الخيار وهو القتال. والقتال يكون للمقاتلة، فإذا فتحت البلد فإنما يخير أهلها بين الإسلام وبين البقاء على دينهم ودفع الجزية ولا يقتلوا، لأن الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه. والراجح كما ذكرنا أن الجزية تؤخذ من سائر الكفار، أي كافر أراد البقاء على دينه وإن لم يكن دينا شرعه الله، يعني وإن لم يكن من أهل الكتاب، فله ذلك مقابل أن يدفع الجزية. نتعلم من هذه الآية ومن دروسها الأمر بجهاد الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، وهذا يدلك على كفر أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فهم كفار بنصوص كثيرة في القرآن ونصوص من السنة كذلك، وعلى ذلك إجماع المسلمين. ولا يعني أننا نحكم بكفرهم أن نظلمهم أو نؤذيهم، وإنما لهم الأمان في بلاد المسلمين ولا يغدر بهم ولا يظلم ولا يؤذى أحد منهم. كذلك لا يجوز أن يبقى للشرك سلطان ظاهر يحكم، وإنما يظل أهل الإسلام في جهاد وقتال حتى يزول سلطان الشرك ويحكم الإسلام خلق الله الذين هم على أرض الله. ومن أحب أن يبقى على دينه فله أن يبقى على ذلك مقابل أن يدفع الجزية. كذلك لتعلم أيها المسلم أن العزة لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، وبالتالي احذر من موالاة الكفار ومحبتهم، وكذلك احذر من إعزاز الكافرين وتقديمهم في المجالس ورفع مكانتهم، لأنهم أذلاء كما قال الله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لنحذر كذلك من التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، ولا يتخذهم المسلم أصدقاء لأنهم أعداء، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، إلى غير ذلك من صور البراء التي جاءت في الشرع. ولكن مع هذا كله علينا دعوتهم إلى الله بالحسنى وبيان محاسن هذا الدين، فهذا الدين ليس فقط لأهل الإسلام، ليس فقط للعرب، وإنما هو دين الله عز وجل للعالمين. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.